انا خالد طاهر، مؤسس ابلكيشن فلوج. الابلكيشن دي معموله لكل انواع المصورين بكل الليفلز بتاعتهم، سواء مبتدئ او محترف، ان هم يبيعوا الصور بتاعتهم اونلاين، فبحيث ان الناس تقدر تشتريها، سواء شركات الدعايه، سواء الشركات الخاصه، او سواء الافراد اللي هم عايزين يستخدموها في الديكور في البيت او في المكاتب او كل ده. وفي نفس الوقت بنتيح ليهم الفرصه ان هم يشاركوا في كامبينز دعايه مع الشركات، فالشركات تقدر تلونش على الابلكيشن كامبين ببريف معين، والناس تشارك فيها وتكسب سواء جوائز ماديه او معنويه. والجزء الثاني برضو ان هي بتخلق في الابلكيشن، هو مش بس انك بتبيع بس الصور، انت بتقدر تكونكت مع وتفولو مصورين تانيين وتكومنت وتلايك الصوره زيها زي انستجرام وفيسبوك. احنا اولا استاذه مروه ابو ليلى من مؤسسين فوتوبيا، وفوتوبيا دي بتحتوي المصورين كلهم اللي في مصر، وهي تعتبر مدرسة مهمة جدا في قسم وقطاع التصوير الفوتوغرافي في مصر. احنا طبعا اول ما كلمتنا استاذة مروة كنا من اوائل الناس اللي حبينا نبقى جزء من اسبوع الجونة للتصوير. شاركنا بحاجتين اساسيين، وهي كان معرض من الفنان علي الزرعي، معرض مختلف شوية، ان الناس بتقدر تتفاعل مع صوره وتخلق صور تانية وكولاج مختلف، وبيتعلق كله على بورد كبير، وبنحتفظ بالبورد ده، والبورد ده هيتنقل القاهرة ويتكمل عليه في معرض تاني تفاعلي. الجزء التاني اللي شاركنا بيه ان احنا كان عندنا توك على الستيج مع احد اهم المصورين الاخباريه او الاديتوريال في مصر وفي العالم، لان استاذه سيما دياب، لان هي بتصور لنيويورك تايمز، واشنطن بوست، واتكلمنا على ازاي تقلب شغلك كمصور الى بيزنس باحترافيه، وهو ده التوبيك اللي اتكلمنا فيه في التوك بتاعتنا في المؤتمر.